واحتفالا دائما بعيد الفطر السعيد، يشترك المسلمون في إحياء هذه المناسبة في العادات والتقاليد، نتعرف عليها في هذا التقرير لأميرة بن جدة. يا ليلة العيد أنا نحتينا وجدي. تختلف العادات والتقاليد في استقبال عيد الفطر المبارك من دولة عربية إلى أخرى، لكنها تتوحد في نشر البهجة والسعادة في نفوس أفراد الأسرة من الأطفال والشباب وكبار السن، مثل تحضير حلوى العيد من كعك وبسكويت وتوزيعها، إضافة إلى توزيع العيدية على الأطفال. من العادات الأساسية المشتركة بين المسلمين صلاة العيد، حيث يقوم المسلمون بأدائها في الجوامع والمصليات، ومن طقوس العيد أيضا زخرفة النسوة أيديهن بالحناء كتقليد توارثنه عبر الأجيال. تزيين المنازل والشوارع بالأضواء من العادات الراسخة أيضا في بعض المدن الإسلامية ابتهاجا بقدوم العيد السعيد. هو العيد الذي اشترك فيه المسلمون رغم اختلاف أجناسهم في إحيائه بعادات وتقاليد تقاربت وإن ابتعدت المسافات بين الأقطار.